thank you مشاهدينا عبر قناه الإيمان، مستمعينا عبر أثير إذاعة البشائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم وأهلاً ومرحباً بكم على الهواء مباشرة في برنامجكم الأسبوعي فقه الشريعة. يجعل الإسلام مصلحة الإنسان فوق كل الاعتبارات من تكريم وسمو وتعزيز ومن أبرز مظاهر حرص الإسلام على سلامة الأبدان هو جعل ثقافة الأغسال جزءا لا يتجزا من العباده ولعل الحكمه من ذلك هي ظهور المؤمن بمظهر النظافه والتجمل الذي يعبر عن رقي وتحضر الشعوب ما هي الاغسال المطلوبه في الشريعه الاسلاميه واذا نسي المكلف الغسل هل تبطل عبادته وهل يغني الغسل عن الوضوء هذه الاسئله وغيرها يجيبنا عنها فضيله الاستاذ الشيخ حسين عبد الله عضو الهيئه الشرعيه في مؤسسه العلامه المرجع السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله تعالى عليه كما نذكركم أن بإمكانكم التواصل معنا عبر الأرقام التالية صفرين تسعمية واحد وستين واحد ثمانية اثنان, اثنان اثنان تسعة واحد أربعة أو صفرين تسعمية واحد وستين واحد ثمانية أربعة ثلاثة واحد ثمانية صفر وأيضا يمكنكم التواصل على رقم الواتس أب صفرين تسعمية واحد وستين ثلاثة تسعة تسعة ستة ثمانمائة وأيضا يمكنكم التواصل على صفحة البرنامج على الفيسبوك أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ حسين حياكم الله سعد الله مساءكم سعد الله طبعا حينما ندقق في الشرائع والأديان مولانا بداية نجد أن الإسلام تفرد وتميز من بقية كل الأديان والرسالات السماوية أنه يركز على مظهر الأغسال الطهارة لماذا هذا التركيز وما الحكمه من جعل الغسل والاغتسال فريضه وعباده؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. بدايه الايه القرانيه في القران الكريم يعني ذكر ذكر مساله الغسل اضافه للوضوء في الايه الشريفه قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين لحد هون تحدث عن طهارة الوضوء ثم قال تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا فتحدث هنا الايه الشريفه عن الاغتسال والتطهر من الحدث الاكبر الذي هو الجناب. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وهنا في ذيل الآية الشريفة نعرف الحكمة من هذه الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم من طهارة مائية أو طهارة بدلية التي هي التيمم مم. وعندما ذكرت الآية الشريفة التطهر من الجنابة هل الاغتسال من الحدث الأكبر فقد تحدثت الأخبار الروايات بينت السنة الشريفة يعني سائر موارد الغسل فهناك إذا ال... عندما نقول الغسل ليس مراد الاستحمام العادي مم. يعني هو تنظف وتطهر للوقوف بين يدي الله مم. لكي يطهرنا ربنا عز وجل ويتم نعمته لأن هذه من النعمة الإلهية وجود الطهارة والنظافة والوضوء والغسل لكي يكون الإنسان على طهارة على نظافة وعلى لياقة وأهلية لعبادة ربه عز وجل لذلك ورد في بعض الأحاديث قبل أن نكمل ما ورد في السنة الشريفة من أخسال عن النبي صلى الله عليه وآله أن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة وبئس العبد القذورة ان الله عز وجل يبغض من عباده القاذوره الذي يتانف به من جلس من جلس اليه ايضا تنظفوا بكل ما استطعتم فان الله تعالى بنى الاسلام على النظافه ولن يدخل الجنه الا كل نظيف ومن اخلاق الانبياء عن الامام الرضا عليه السلام من اخلاق الانبياء التنظف فعنا التنظف اللي هو مطلوب شرعا ان يكون الانسان على نظافه من الاوساخ من القذارات لكي يكون طيب الجسم والشكل والملقى مع الاخرين ولكي يكون ايضا على طهاره معنويه تؤهله للعباده لان الله فرض جعل من مقدمات ومن شروط العباده في بعض مواردها الطهاره, الطهارة بالمعنى الاخص فلذلك الاستحمام العادي يعني تنظف لكن المراد بالاغسال ليس الاستحمام العادي لانه بعض الناس بفكر انه هو اذا استحم فكانه خلص هو عطار يستطيع ان يصلي لا هذا مطلوب هذا من النظافه التي وردت فيها الروايات ومن اخلاق الانسان المؤمن ومن اخلاق الانبياء ومما امر الله به لكن هناك طهاره ونظافه بالمعنى الاخص الشرعي الذي نسميه الغسل العبادي مش الاستحمام العادي الغسل العبادي وهو على قسمين اما واجب او مستحب هذا الغسل العبادي يجب في موارد محدده نعم جيد مولانا اذا كما تفضلتم ان الشريعه الاسلاميه وروايات اهل البيت عليهم السلام يحببون في ان يكون الانسان بمظهر النظافه والرقي مولانا وايضا هناك حكمه طبيه مولانا كما تفضلتم وحكمه اجتماعيه ان يكون الانسان متطهراً وبعيد عن القادورات كما تذكر الروايات والعلم بمصطلحات العصر وهي الجراثيم والفيروسات مولانا الانسان يتطهر ليبتعد من الدنس ايضا مولانا كما تفضلتم ان الطهاره هي مطلوبه في الشريعه الاسلاميه كمقدمه او جزء من العباده وشرط وشرط العبادة. مولانا دعنا مولانا نتحدث عن ما هو المطلوب في مساله الغسل وما هو المندوب يعني المستحب ما. كيف يميز المكلف الاغسال الواجبه حسن. او المندوبه احسن فاذا هذا الغسل العبادي الذي يعني إنسان ياتي به كعباده يتقرب م. به الى الله لانه شرطه القربه الى الله تعالى نيه التقرب الى الله والا لا يصح هذا الغسل فهذا الغسل العباد ينقسم الى نوعين غسل واجب اغسال واجبه واغسال مستحبه هنا الايه الشريفه ذكر وان كنتم جنبا فتطهروا اذا الانسان كان على جنابه عليه ان يتطهر من هذا الجنابه الحدث الاكبر ويوجد يوجد موارد اخرى للغسل الواجب كالغسل بالنسبه للمراه اذا انتهت من حدث الحيض <applause> قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن هنا أيضا ذكرت ذكر القرآن الكريم الاغتسال من الحيض من حدث الحيض فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وهنا ذيل الآية قل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فايضا غسل الحيض بالنسبه للمراه وبحكمه ايضا غسل النفاس وهو دم الولاده هناك ايضا غسل مطلوب عند انتهاء دم الولاده لاقصى 10 ايام مثل دم الحيض اقصى اقصى 10 ايام فيجب الاغتسال غسلا واجبا هو غسل النفاس فاذا عندنا غسل الجنابه يشترك به الرجال والنساء عندنا غسل خاص اغسال خاصه بالنساء غسل الحيض وغسل النفاس اي دم الولاده عندنا غسل الاستحاضة الدم الذي لا يجمع شروط الحيض لا يكون حيضا واستحاضة طبعا غير دم الجروح يعني اللي هو لا حكم له من هذه الناحية هو نعم فقط نجاسة يطهر تطهر منها الإنسان ويتوضأ ويصل فالغسل الذي هو نتيجة علة هو غير غسل الدم الذي هو نتيجة علة غير دم الحيض لم يجمع شروط الحيض هو دم الاستحاضة له أيضا أحكام لأن الاستحاضة لها مراتب منها ما يوجب الوضوء فقط كالاستحادة الصغرى وهو الاستحادة الصغرى ومنها ما يوجب الغسل اما غسلا واحدا في يوميا او ثلاثه اغسال وهو الاستحادة الوسطى او الكبرى مم. فاذا هذا من موارد الغسل الواجب ايضا في عندنا غسل مس الميت مم. اذا الانسان مس ميتا الميت ميته الانسان يعني البشر طبعا بعدما برد الجسد وقبل تغسيله الاغسال الثلاثه المطلوبه للميت فهذا نسميه غسل مس الميت فهو غسل لرفع هذا الحدث أن الإنسان إذا مس ميتًا بعد برد جسده وقبل تغسيله يحدث بالحي، يعني هذا حدث أكبر يوجب الغسل قبل مم. لأجل الصلاة فهذا مما يوجب الغسل وعندنا مسألة تغسيل الغير يعني تغسيل الميت, الميت من الأغسال الواجبة ضمن تجهيزات الميت مم. وهو تغسيل الميت هذه الأغسال الثلاثة الغسل بالماء مم. بماء السدر والغسل بماء الكافور مم. يعني والغسل بالماء القراح يعني هذا فيما يتعلق بالاغسال الواجبه هل في الحج توجد اغسال واجبه ايضا لا هو لا غير, غير هذه غير هذه الاغسال لا يوجد في غسل هذه اذا ننتقل الى قسم الاغسال المستحبه مندوبه نعم نعم مم. مندوبه او المستحبه اللي هي وارده اما زمانيه او مكانيه او فعليه مم. يعني اذا اردت ان تفعل شيء كزياره الامام الحسين عليه السلام عن قرب هناك غسل مستحب او دخول المدينه دخول مكه المكرمه مم. هذا غسل مك... لدو... لفعل شي... لدخول أمكنة أو زمانية مثل غسل الجمعة مثلا أو غسل الفعل هو مثل أفعال مثل غسل الإحرام إذا أردت أن تحرم مهم في إغسال مستحبة في موارد معينة مثل غسل الجمعة مثل إغسال بالبعض الأزمنة مثل ليالي شهر رمضان ليالي القدر أو الليلة الأولى منه مثل غسل اليومي العيد العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى عيد الفطر والاضحى اغسال مستحبه غسل التوبه مثلا غسل مستحب مثلا فهذه اغسال مستحبه وغسل ابرزها غسل الجمعه اللي هو يعني مؤكد عليه ليش لانه هذا يستمر اسبوعيا عند الانسان كل يوم محل جمعه محل ابتلاء مولانا فاذا غسل الاحرام لعمره او حج هو غسل مستحب غسل الجمعة هو غسل مستحب وله وقت مثلا غسل الجمعة من الفجر إلى الظهر يمكن أن يكون له وقت غير الأداء قضائي وهكذا جيد، مولانا هنا نريد أن نسأل على رأي سماحة العلامة المرجع السيد فضل الله، هل يعني هذه الإغسال هي تجزي عن الوضوء أم هناك اختلاف عند الفقهاء في هذه المسألة؟ في خلاف يقلل. في خلاف لا شك بين الفقهاء في أنه هل غسل الجناب لوحده يغني عن الوضوء؟ باقي الإغسال لا تغني وهناك من يقول لا يعني كل الأغسال الواجبة والمستحبة تغني عن الوضوء وهو رأي سماحة سيد فضل الله رضوان الله عليه فيقول كل غسل واجب يغني عن الوضوء طبعا غير مسألة غسل الاستحاضة الوسطى يعني غسل الجنابة يغني عن الوضوء غسل الحيض للمرأة يغني عن الوضوء غسل مس الميت يغني عن الوضوء غسل الاستحاضة الكبرى يغني عن الوضوء <applause> آه وأما بالنسبة للأغسال المستحبة أيضا يعني هناك خلاف كما ذكرنا رأي سماحة سيد فضل الله أنها تغني عن الوضوء بالنسبة للأغسال التي ثبت استحبابها مهم. يعني غسل الجمعة أو استحباب مؤكد حتى قيل بوجوبه كما يذكر الفقهاء والتشديد على الاعتناء به وعدم تركه غسل الجمعة يغني عن الوضوء يعني شو معنى لما نقول يغني عن الوضوء يعني لا تحتاج لا يحتاج لا المكلف لا. أن يتوضأ بعده لأجل أن يصلي طبعا قبل من من دون ان يصدر بعده حدث اصغر والا اذا صدر حدث اصغر اكيد بده يتوضا فاذا اغتسل غسل الجمعه واراد ان يصلي فيصلي صلاه الظهر والعصر مثلا او صلاه الجمعه ركعتين من دون وضوء اذا اغتسل غسل الاحرام يستطيع ان يصلي من دون وضوء فاذا الاغسال المستحبه التي ثبت استحبابه لا لأن هناك اغسال يعني وردت بعض الروايات باستحبابه لكن لم تثبت بسند صحيح, صحيح يعني معتبر فلذلك يؤتى بها برجاء المطلوبيه ولا تغني, تغني عن تغني في هذه الحاله لا. يغني عن الوضوء ما يؤتى بها برجاء المطلوبيه اذا التفصيل في مساله الاغسال كما تفضلتم مولانا في الاغسال مساله كيفيه الاغسال طبعا طبعا تفضلوا مولانا يعني انا يعني. في بعض التفاصيل ولكن هذا يعني موضوع مهم تفضلتم اما به كيفيه فيه. الغسل كما قلنا يعتبر فيه النيه ونيه التقرب الى الله سبحانه وتعالى لانه عباده امر عبادة وان كان مقدمه او شر فهو امر عبادي فينوي المكلف الاغتسال وفروض التطهر من حدث الجنابه قربة الى الله تعالى، تنوي المراه الاغتسال من حدث الحيض قربة الى الله تعالى، من حدث النفاس قربة الى الله تعالى او الغسل المستحب ينوي الإنسان اغتسل الغسل الجمعة مستحبا قربة مم. إلى الله تعالى فإذا نية الاغتسال وامتثالا تقرما إلى الله سبحانه وتعالى فإذا وهذه النية لا يشترط فيها التلفظ مثل ما بنقول بالوضوء قلبي كل نية مم. أحسن قلبي لا يشترط فيها التلفظ فبعد النية أكيد في يعني مقدمات مستحبة كيف أن أضيف مسألة الوضوء والمضمضة بالنسبة والاستنشاق بالنسبة للوضوء كذلك لكن الأفعال الواجبة يعني بعد النية هلا بعض الناس فكر انه لازم يتشهد يعني هذا لا يذكر الله مستحب لكن مش شرط التشهد انه واحد يتشهد في مساله الاغتسال نعم ورد في بعض موارد الغسل مثلا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين مثلا ببعض الاغتسال المستحب اللهم طهرني من الذنوب والاثام وأذب عني رجس الشيطان ما اشك ذكر الله مستحب في كل حال لكن الاساس هو النيه نيه الغسل والقيام بالخطوات وهو اما غسل ارتماسي أو غسل ترتيبي طبعا الا تغسيل الميت يعني لابد من مش ما في يكفي غسل الأعضاء. يعني رمس الاعضاء لابد رمس من أعضاء. صب الماء و... هلأ سوف اسالك مولاي على الارتباس دعنا حتى... نتحدث عن الاول من بعد نتحدث عن الغسل الترتيبي يعني ان يغسل على يعني مراتب هلا المراتب بعض الفقهاء يرى انه ثلاث مراحل يعني اولا الراس والرقبه ثم الجانب الايمن ثم الجانب الايسر وهناك من لا يرتب بين الجانبين بعد الراس مهم. والرقبه كما هو راي سماحه سيد فضل الله فاولا اول مرحله بعدين هي غسل تمام الراس والرقبه وهون مش مثل الوضوء يعني يغسل الانسان مثلا اذا في شعر على لحيته عفوا على وجهه شعر اللحيه لا مثلا بالوضوء انت تغسل ظاهر الوجه ظاهر الماء يصل الى الشعر الذي لا لا يجب تخليله للوصول الى البشره اما في الغسل لا يجب ان نغسل فروه الراس مع الشعر على الراس أفرض في شوارب في لحية عليها أن يخلل الماء ليصل إلى البشرة مم. فيزيل الحواجب الموجودة أفرض وفي تركيب معين مثل أفرض تركيب رموش أفرض تركيب أو عمش على ظاهر عين يمنع وصول الماء فإذا يزيل, يزيل الحواجب, الحواجب. ويغسل تمام الرأس والرقبة مع شيء زائد من ال... عن الرقبة للتأكد ك... بسموها المقدمة مقدمة. العلمية مقدمة لتحصيل العلم عزيزي. ليش بسموها المقدمة العلمية لأنه مم. قد غسل شيء زائد هو مقدمة لتحصيل العلم بغسل المقدار المطلوب مولانا سوف نذهب إلى بقية الأغسال وطريقة الغسل وكيفياته بعد أن نأخذ اتصال معنا على الهواء معي الأخت أم أحمد تفضلي ألو أهلا وسهلا تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مولانا وعليكم السلام ورحمة الله آه مولانا بدي أسألك أنا من شي فترة طويلة كثير كنت ختمة على المسجد الصحيفة السجادية يعني خاص انا كتابي لإلي خاص من زمان عندي رحت انا حطيته بال بالمسجد عم صلي رحت شوي مثلا بدي اتوضى جدد هدوئي لقيت حدا يعني اخذ لي من حدي هذه قديمه كثير هالقصه هلا بشهر رمضان هيدا هيدا اول يوم بشهر رمضان لقيته حدي الكتاب لا. هي كتابي انا الخاص فيه لا. هلا انا اخذته اخذته على البيت وعم بستعمله هلا صحيح. يعتبر انه مثلا صار من المسجد بحق لي أخده لا شو رأيك مولانا شكرا لا. شكرا على هذا الاتصال شكرا, شكراً لك الله يبارك الله تفضل اكيد بالنسبه لسؤال الاخت الكريمه صحيح ما دام علمت بان هذا هو كتابها اللي اضاعته او يعني لم تعد تعرف اين هو من مم. فتره سابقه والان وجدته اكيد تقدر تاخذه مش انه اذا بقي في المسجد اصبح للمسجد له يبقى على ملكيتها يبقى على يعني ملكيتها. ما بيخرج الكتاب مم. عن الملكيه فما دام الاخت وجدته الان ففيها تأخذ اكيد وهو ملك له ملك ما آه. في اي جيد. مولانا نعود الى مساله الاغسال وكيفيه الاغسال مولانا قلتم يعني الغسل الواجب هو بدايه من الراس والرأس صح. شيء من ال... من الرقبه المرحله الاولى هي الراس رقبة. والرقبه وكنا اشرنا انه من جديد يعني لما نغسل الرقبه يعني عم نغسل شيء اضافي لاحراز اننا غسلنا تمام جيد. الرقبه مع الراس مم. ثم بقيه الجسد مم. لا يجب الترتيب برأي سماحة سيد فضل الله بين الجانبين بتقديم الجانب الأيمن على الأيسر، لكن هذا هو الأحوط استحباما والأفضل، فالافضل إنه الإنسان يرتم يعني بعد الرأس والرقبة بيغسل الجانب الأيمن كله يعني من أمام وخلف. مع إدخال شيء من الجانب الأيسر من باب المقدمة, باب المقدمة العلمية أيضاً. كما ذكر، مقدمة لتحصيل العلم بغسل المقدار المطلوب، ثم الجانب الأيسر كذلك، لكن يكفي كما قلنا أن يغسل المكلف برأي السيد فضل الله بعد الرأس والرقبة الجسد. ديب. كله باقي الجسم من دون ترتيب بين الايمن والايسر وهل يشترط انه ولا عدم النكس بالوضوء لا لا يشترط أنا يعني أنا في الواحد يغسل من تحت لفوق مثلا يبدا بالجسم بغسل الارجل ثم يصعد فوق م. الارجل يكمل غسل جسمه ما في اي مشكله بضمن المرحله الواحده من العضو الذي يراد تغسيله لا اشكال في النكس في تقديم شيء على شيء هذا مهم غسل تمام الج... الجسم بعد الراس والله. هون الاشكاليه مولانا يعني قد يتساءل الكثير من المؤمنين ومحل ابتلاء في هذه المساله في طرق وكيفيه الغسل هنا نتحدث عن الغسل الارتماسي مولانا الناس تذهب الى البحر او الى م. النهر او الى المسبح يعني الطريقه قد لا تكون من الراس والرقبه وبقيه الجسد وانما ممكن يكون ارتماس وممكن يكون ما هو هذا المطلوب بالارتماس هذا المطلوب الارتماس غسل ايضا صحيح ما هذا المطلوب الارتماس ان يرمس كل جسده تحت الماء دفعه واحده ما في ترتيب هذيك بصير ترتيب بس... لما تقول ترتيب يعني الغسل الترتيبي من الفوق هذا إلى... نوع من انواع الغسل م -م. النوع الثاني الغسل الطريقه الثانيه الغسل الارتماسي م -م. بعد نيه الغسل ان ينزل دفعه واحده تحت الماء بحيث يحيط الماء بكل جسده سواء نزل من ميله قد قدم رجليه أو, رأسي. أو من من ميلة رأسه ما إشكال مهم أن ينزل تحت الماء بحيث يحيط الماء بكل جسده لما عم ينزل بنية الاغتسال فيحصل الغسل هذا هو الغسل الارتماسي أما الغسل الترتيبي فعليها أن يرتب أن يغسل كل عضو يعني المرحلة الأولى الرأس والرقبة ثم المرحلة الثانية كل الجسد ومثل ما أن سواء بالرأس والرقبة أو باقي الجسد يزال الحواجب ويطهر من النجاسه اذا في عين النجاسه يزيل ويطهر مهم. ويبدا بالغسل اذا في حواجب مثل افرض ضفر مم. تركيب او لاصق معين يمنع وصول الماء خاتم يمنع وصول الماء فعليها ان يزيل ذلك وان يوصل الماء الى كل ظاهر جسده بحيث افرض بالراس والرقبه حتى الاذن ما ظهر من الاذن بده يوصل الماء مش الى الباطن مش ما البطن. ظهر للرأي مطبق العينين يعني اذا واحد طبق عيونه شو ببين منه بده يغسل ما ظهر من الانف مش باطن الانف ما ظهر مش مم. باطن الفم مطبق الشفتين اذا اطبق شو بيبين بده غاز كما قلنا يخلل الماء تحت شعره نفس الشيء بالجسد يوصل الماء إلى كل جسمه بعد جسم. الرأس والرقبة مم. أفرض في كما قلنا بعض الحواجب يزيلها مم. تحت الأظافر أو السخ تمنع الماء يزيلها وهكذا يعني يوصل مم. إلى ظاهر الجسد ليل. كله عادة ما يتفق أن يجتمع عدة أسباب للأغسال يعني هنا نعم. المكلف دائما يحتار ويسأل يعني مرات يكون سبب غسل المس الميت والجنابة و وثلاث اغسال او ثلاث اسباب تجتمع يعني ماذا يفعل المكلف هل يغسل لكل نيه ام يكفي ان يدمج كل النوايا ويغسل غسلا واحدا يكفي أن ما العمل هنا يكفي يعني. ان يغتسل غسلا واحدا بنيه ما عليه من أخسال مختلف الاسباب يعني ينوي غسل الجنابه المراه عليها غسل الحيض او الرجل عليه اضافه الجنابه غسل مس الميت ينوي كل هذه الاغسال بغسل واحد مش انه بيكرر وغسل الجمعه ايضا مستحب الجمعه مع الواحد مش انه بكرر اكثر من مره لكل آه. نيه اكيد حتى وحتى لو نوى احد آه. هذه الاغسال افرض عليه غسل الجنابه وغسل الجمعه والمراه عليها ايضا نوى غسل الجنابه يغنيها عن البقية الباقيه نوى غسل الحيض يغنيها يرفع يرتفع به حدث الجنابه مم. فنيه احد الاغسال يغني نعم بالنسبه لغسل الجمعه اكيد ينوي يعني يلتفت الى اغتسال من الجماعه حتى يحصل الثواب الغسل يعني مم. نيه الاستحباب تحتاج الى استحباب يحتاج الى نيه او العمل أكيد. المستحب مم. يكسب ثوابه وياخذ اجره فاذا من ناحيه تعدد الاغسال يكفي غسل واحد عن الجميع ايضا مولانا نتحدث عن بعض المشاكل التي تصادف المكلف في حال غياب الغسل مولانا يعني تكون اسباب داعية أو قاهرة أو تمنعه عن إيجاد الماء للغسل ما هي بدائل الأغسال نعم كما ذكرت الآية الشريفة و كما ذكرنا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسح بوجوهكم وأيديكم منه مثل ما في تيمم بدلا عن الوضوء في تيمم بدلا عن الغسل هذه إذا لم يجد ماء أو لا يتمكن من استعمال الماء وهلأ في عندنا ما يسمى وضوء الجبيرة وغسل الجبيرة أكيد إذا في جبيرة <applause> آه يعني بشكل عام يتوضأ أو يغتسل مع المسح عليها إلا في بعض الموارد يضم التيمم أو أو يكون وظيفته التيمم مش الغسل مع المسح مثل العضو الذي لا يستطيع إيصال الماء إليه لغير جرح أو قرح أو كسر إذا اغتسل فيضم التيمم وهكذا في بعض موارد تفاصيل لكن بشكل عام إذا لم يجد الماء لا يستطيع وده هون يعني دائما بنلفت نظر يعني المكلفين دائما مش انه لم يجد الماء يعني لم يجد الماء في بيته انت ما افرض الان السنة قطعت عنده الماء فتح الحنفية ما لا ما عادش في ماء بالوجود يعني بالحي كله بالبنايه ما عادش في ماء لا الان مقطوع الفاضي الخزان عنده بالبيت بس قادر يجيب جلن ماء قادر حد حصل الماء من خارج من المحل من اي جار يعني من اي بيت لا يستطيع البولاء آه مش يعني مساله عادلين. انه فتح الحنفية مقطوع الماء يعني انا ما عندي ماء لا يستطيع آه. ما دام يستطيع ان يشتري الماء او ياخذ الماء من اي مصدر اخر آه. فعليه ان يتوضا او يغتسل <applause> اما اذا كان ضيق ضيق افرض ضاق الوقت ولا يستطيع ان يحصل الماء فيتيمم لحتى يعني يلحق صلاته ويلحق صلاته ضمن وقتها فاذا بدل اذا لم يتمكن من الاغتسال او لم يجد الماء ولم يتمكن من تحصيل الماء ولو لضيق الوقت مثلا فينتقل الى التيمم مثل ما في تيمم بدلا عن الوضوء في تيمم بدلا عن الغسل وكيفيه التيمم واحده التي هي بدلا عن الوضوء الذي هو بدلا عن الوضوء او بدل بدلا عن الغسل، مش انه تختلف كيفيه التيمم والكيفيه هي يعني ينوي النيه اتوضأ مثل ما بقول اتوضأ عفوا بقول اتيمم بدلا عن الوضوء قربة إلى الله تعالى أو إذا عليه الغسل وعم يتيمم اتيمم بدلا عن الغسل قربة إلى الله تعالى فيضرب باطن كفيه يعني على ما هو من الارض فتيمموا صعيدا طيب التراب او الحجر الصخر الخام اللي هو موجود في صخر. البيت أها. ما بيجوز مثلا على الخشب او واحد بيقول بدي يتيمم على الحيط الدهان هذا لا يصح او على الغبار لا الغبار مرحله لاحقه لاحقة إذا, اذا لم يجد, يجد الم... الطيب. اذا التراب والطين اذا لم يجد التراب ولا الطين فيتيمم بالغبار الطين هو الطين اللي... نعم الطين يجففه الطين اذا استطاع ان يجففه يجففه نعم واذا لا يوجد لا طين فينتقل الى الغبار الغبار الموجود مثل يعني موجود على, على الأصعدة كلها يعني. على الموجود على الغطاء طولة على طولة الفرشة طولة فراش طولة على الطاولة وعلى الكنبة وما إلى ذلك فإذا يضرب باطن الكافيه بعد النية على ما هو من الأرض مم. ويمسح الجبهة والجبينين، دائما لما نقول شو يعني لما يعبروا الجبهة والجبينين؟ الجبهة هي ما يقابل به الإنسان ما, ما هو أمامه، يعني الجبهة هي الأمامية، جبينان جبينان يعني الميل اليمنى والميل اليسرى، مولانا. آه. فيمسح بباطن كفيه على جبهته وجمينيه مم. ما بين منبت الشعر وأعلى الأنف،, أعلى الأنف. فيدخل الحواجب استحبابا،, استحباباً فيمسح نعم. مش بيمسح وجهه بالوضوء يغسل وجهه بالتيمم يمسح, يمسح فقط حاجة. هذه المنطقة مم. بباطن كفيه مش شرط يكون من فوق لتحت مم. مش شرط يكون من أعلى إلى أسفل ممكن من أعلى أسفل ممكن يحرك يمينا مم. ويسارا، ثم يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر الكف اليمنى ما نشيل الحواجب مثل الخاتم او اي شيء بمسح من من الزند الى الاصابع ثم يمسح ظاهر الكف اليسرى فهذا اذا تيمم مقصود يعني مقصود نقول هذه الكيفيه هي واحده بدلا عن الوضوء او بدلا عن الغسل هذا اذا لم يستطع ان يغتسل وهل يعيد الصلاه اذا تيمم وصلى لا لا. لا, يعيد لا يعيد الصلاه الا اذا ارتفع العذر ضمن الوقت ضمن الوقت الان لم يكن في ماء وصار في ماء و... خارج الوقت مولانا إذا... نعم اما وهذا الغسل وهذه يعني مثل الوضوء شرط الطهاره شرط واقعي مه. للعباده للصلاه فالغسل من الطهاره التي هي شرط واقعي مه. فاذا افرض كان مثلا مكلف معين ما كان اول شيء متعلم هذا الشاب مه. او هذه الفتاه مش معل... مش معلمين احكام غسل الحيض او هذا الشاب مش معلمينه احكام الاغتسال من الاحتلال من الجنابه مه. مم. وبقي أفرد سنين أو مر فترة مم. وهو يصلي من دون اغتسال فيجب أن يعيد كل هذه الصلوات التي صلاها من أن دون يعيد كل هذه الصلوات مولانا نعم طبعا مع الطفّاج يمكن يكون مثلا صدر منه بعد ذلك غسل مم. أو جاهل ببعض الأمور مثلا ببعض الأغسال بس في عنده مثلا ما يغتسل مثلا غسل الإحلام بس يغتسل أفرد غسل الجمعة إذا اغتسل غسل مم. الجمعة يرفع الحدث الأكبر كما قلنا مم. اذا نوى الانسان غسل الجمعه يغنيه عن الحدث الاخر عن السبب الاخر للغسل اللي هو الحدث الاكبر فافرض يعني فلذلك الفتره التي صلاها من دون اغتسال يعيدها اما الصوم اذا كان عن جهل الصوم من دون اغتسال من الجنابه عن جهل بالحكم الصوم لا يعيده فهو شرط واقعي بالنسبه للصلاه وليس بالنسبه للصوم اذا مولانا بقيه تفاصيل خل... ناخذ اتصال وبعدين نذهب الى فاصل تفضل قصدك التلفزيون نعم نعم حاجة اسمعي من صوت من صوت الهاتف نعم مريم حاجة مريم تفضل يا مريم اسمعيني من صوت الهاتف مريم ليس من التلفزيون تفضلي أه بدي اسأل بالنسبة ل أنا مريضة ما في صلي أنا واقفة ما في صلي ما في صلي أنا واقفة نعم عم صلي أه انا وقاعده آه بس عم لخبط بالصلاه مع اني مش مضيعه بطلت اعرف اصلي و... وبالنسبه للتيمام فيني اتوضا بس ما فيني ثبت صوت وضوء بلا تثبيت ولا نعم ولا بكفي على التيمم جيد حاجه مريم جيد ان شاء الله حجه هلا 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 يجاوبك سماحه الشيخ الان سيجيبك لا لا في وقت ثبت نعم. نعم. نعم نعم سيجيبك الان سمحت الشيخ حجه نعم سيجيبك سمحت الشيخ شكرا لك على هذا الاتصال شكرا جزيلا مولانا آه يا حبذا لو نجيب الاخت نعم. لكن بعد الفاصل مولانا بعد الفاصل ان, الفاصل إن شاء البرن الله البرنامج انتهى ان شاء الله فاصله الجزء الاول ان شاء الله اذا اعزائي المشاهدين مستمعينا عبر سيدي ذات البشائر نتوقف لفاصل قصير ونعود بعده فابقوا معنا عودة معكم أعزائي مع المشاهدين مستمعين عبر أثير إذاعة البشائر من جديد ودائما مع فضيلة الأستاذ الشيخ حسين عبد الله نتحدث في أحكام الأغسال في الإسلام اهلا ومرحبا بكم صباح الشيخ مجددا. طبعا نبقى مع سؤال الاخت او الحاجه مريم نعم فيما كانت تساله عن نعم بالنسبه للتثبيت يعني مقصود المسح على هلا المسح على الراس تستطيع كما هو يعني ظاهر من كلامي، لكن المسح على القدمين اه لا تستطيع فهون لا تنتقل الى التيمم، الحجه الكريمه اذا عم تسمعنا اختي الكريمه لما الانسان يقدر يتوضا يعني عم بيغسل وجهه وعم يغسل يديه <applause> عم يمسح على الراس ما بيقدر يوطي ايده يمسح على القدم اليمنى والقدم اليسرى <applause> فلا بد ان يكون اذا في حدا من بناتها من اخوات <applause> حولها زوجة بيقدر يعني <applause> لها اذا بيمسك اليد ويوصلها الى القدم يمسح لها على القدم يعني بيساعدها بالمسح <applause> على القدم اذا ما بيقدر يوصلوا لها على القدم فمن يساعدها ياخذ من رطوبه يدها من رطوبه الكف ويمسح على القدم وياخذ من رطوبه الكف ويمسح على القدم الاخرى <applause> فاذا بهذا الشكل <applause> اما اذا الانسان ما في حدا يساعده <applause> ما قادر يمسح يعني ما عم يتمم افعال الوضوء <applause> لانه افعال الوضوء يشترط فيها المباشره اذا انسان ما قادر لا يستطيع المباشره يسقط شرط المباشره لا يسقط الواجب اللي هو الوضوء ودائما <applause> عم ننبه على هذه الفكره بالحلقات وبالدروس انه يسقط شرط المباشره شو يعني المباشره انه انا امسح على قدمي بيدي بيدي مم. ما قادر امسح بيدي لا يسقط الوضوء وانتقل الى التيمم ما دام هناك من يستطيع ان يساعدني وياخذ لي من رطوبه اليد الكف ويمسح على القدم مم. هل اسمه انه بده حدا يساعدها بالوضوء اذا ما قادر حدا حد ما في عنده حد واحد ما عنده حدا يساعده بالوضوء يتيمم لانه لا لم يتمم افعال الوضوء الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اذا قادر غسل وجهي وغسل يدي وامسح على الراس وامسح على القدمين بكون وضوء مهم تكليف الوضوء ولو من دون مباشر اذا حدا ساعدني افرض ما قادر اغسل وجهي حدا بيغسل لي الوجه مش انه اذا انسان ما قادر يحرك نعم يديه ولا يغسل وجهه باي شكل يعني ينوي الوضوء وهناك من يساعده ويغسل ويغسل, ويغسل له وجه يعني يوضئه فهون اسمه شرط المباشر يسقط لكن اذا ما في حدا يساعده عند اذن يتيمم فاذا الجواب يعني للحجة الكريمة حدا بيساعدك من بناتك الاخوات حدك فياخذ لك من رطوبة اليدين ويمسح لك على قدميك فبتتوضي وبالنسبة لامر السؤال الاول اللي قالت انه لا تستطيع الصلاة من قيام شكل سؤال نعم لا. يبدو أنه مشكلة نعم. يعني صلاتها من قيام إذا إيه إيه تستطيع يعني أكيد يجوز مهم. عند إذن الأداء الصلاة من جلوس مهم. طبعا مع الطهارة يعني مع الوضوء مع المحافظة على الطهارة طهارة البدن طهارة الثياب ما أمكن إلا إذا واحد مش متمكن كمان يكون معذورا مهم. لكن تصلي من جلوس لكن هون ملاحظة إذا استطاع أحيانا بيكون الإنسان عاجز كليا ما فيه يوقف بيصلي هو قاعد بيتوضى وبيصلي هو قاعد احيانا بيكون قادر يوقف بس ما بيقدر يستمر بالوقوف فيبدا صل... عفوا فيبدا صلاته من قيام بالنسبه للنيه على الاقل وتكبيره الاحرام وما استطاع من القيام في صلاته يقوم فيه ويتابعها من جلوس يعني ما استطاع أه ان ياتي به من قيام بيقوم نويت وكبر تكبيره الاحرام الله اكبر ما بقدر يعني كمل اقرا فاتحه وسوره بقعد وكمل صلاتي من او لا بقدر اقرا الفاتحه وسوره واركع وبس انزل على السجود صعب صار اطلع واوقف أه صلاتي من جلوس لما انزل على السجود كمل صلاتي من جلوس اذا ما قادر يسجد على المساجد السبعه مه يجلس على الارض ويضع هناك امامه يعني مش شرط انه يسجد ساعتها يحط جبهته على طاوله يمكن ان يشير ان يجلس ويشير اشاره بالايماء ب يعني إحناء الجسد بما اشاره مه للسجود مه سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى وبحمده كانه جلس كيف بنصلي النافله من جلوس نعم نافله من بس مع عدم التمكن من من السجود نعم. وضع المساجد السبع على الارض خلينا السجدة الثانيه سبحان ربي الاعلى وبحمده وبعلي راسي هلا اذا حط شيء امامه مثل هالطاولة وحط سجدي جيد. وحط يديه نعم. ووضع جبهته لا كان لا, بأكيد لا بأس يجوز. بها. اكيد يجوز اكيد يعني نعم ما استطاع ان يجلس على الارض يجلس انه في بعض الاشخاص المرضى او الكبار العاجزين ما بيقدر يسجد عفوا يجلس على الارض بس لما لما عم نقول ما بيقدر يحط المساجد السبعه بيجلس على ما بيقدر يجلس على الارض بيقدر يجلس على الكرسي, الكرسي وعاده هيك الكبير في السن يعني الجلوس على الكرسي هو الذي يعني يكون راحه له اما النزول الجلوس على الارض صعب قعدته على الارض وقومته بعدين فبيكون حاضر يعني يقف كيف بيكون كيف بنشوف هالكبار في السن بيصلوا بالمساجد حاطين طاوله امامهم وعليها سجده وفي كرسي يقف يعني ما هو مطلوب منه حال القيام يقف فيه يقوم فيه ويركع ويرفع راسه ولما بده يسجد بيقعد على الكرسي مثل ما هلا نحن قاعدين في طاوله قدامه عاليه يضع كفيه ويسجد السجود الاول بيعلي راسه يسجد, يسجد على التربه مولانا على ما يصح نعم. السجود على مم. مثل ما قلنا هذا ما دام يعني يستطيع ان يعني هلا هو مش هو مثل ما قلنا يمكن الايماء لكن ما دام يستطيع ان يضع كفيه ويضع جبهته هذا هو المطلوب مولانا كما قلت هذا مولانا احيانا المكلف وهناك حالات يفقد او يفقد فيها الماء وحتى التيمم سمحت الشيخ هناك حالات مستعصيه كالسجون مثلا وبعض الامراض المستعصيه بالبعض المستشفيات و هل ذلك مولانا ماذا يفعل المكلف فقد الطهاره باكملها هذا ما يسمى بفاقد الطهورين فاقد الطهورين فاقد آه. الطهاره المائيه وفاقد الطهاره الترابيه يعني برأي سماحه السيد يصلي من دون طهاره ولا يعيد احوط استحبابا ان يعيد فاذا يصلي من دون طهاره فاقد الطهورين ما في هناك ماء وهذه مساله متصوره مثل ما واحد يكون عاجز عن استعمال الماء يضره الماء مم. لا قادر يتوضا ما في ماء مثلا ما موجود في مكان مم. ولا قادر يتيمم مم. لا يوجد شيء اصلا يتقيمة يتقيمة فيه. أه. معلق. يعني بدي افرض معلق بالهواء، فرضنا معلق بالهواء <applause> حالات مولانا السجن مثلا كذا او ف هلا السجن مثل قلنا انه في ارض في ارض في غبار، نحن عم نفرض نحن المساله انه إن إنسان فاقد الطهورين معلق كما قلت مولانا، فاقد هناك يعني, <applause> يعني نعم. تقترح يعني فاقد الطهورين فيصلي في الوقت من دون طهاره والاحوط استحبابا ان يعيدها بعدين لما يحصل لما يتمكن جيد إذا مولانا نذهب إلى بعض الاستفتاءات نعم. سمحت الشيخ يعني للسائل حق علينا يعني في الإجابة طبعا السؤال الأول يتعلق بمسألة الوقف والأوقاف يقول هل يجوز الوضوء بالمياه المبردة المخصصة للشرب في الحرمين الشريفين نعم. في مكة في المسجد صحيح بالله المساجد يعني هاي يعني اشكاليه سمحت الشيخ اكيد لما عم نفرض بس بنرجع للسؤال السابق لما عم نفرض افرض واحد يعني هو يعني جسد يعني يداه وجبهته بشكل في تقرح بشكل دماء هي لا لا يوجد فيها الا دماء يعني مش بس انه فينا مثل انه هو بمكان ما أه ما في أه لا تراب أه ولا طين ولا غبار كمان فينا نفرض انه يعني هنا في مرض معين بجبهته ويديه بحيث لا يمكن ان يمسح كمان هذا بتقول افرض ما عادش قادر مش قادر يتيمم فاذا بالنسبه للسؤال صح. انا سوف اعود نعم. مولانا عفوا لهذا السؤال المياه المبرده وبعض الاستفتاءات يعني. معي اتصال على الهواء سمعت الشيخ يبدو ان الاخت مريم اعادت الاتصال معنا الحاجة م. مريم مجددا تفضلي حاجة مريم انت معنا على الهواء تفضلي هل تسمعينني؟ تفضلي. يبدو أن الصوت نعم هي معنا على الهواء يبدو أن الخط قد انفصل نتمنى أن تعيد الاتصال نحن على مدار هذه الساعة سمعت الشيخ عفوا نعود إلى بالنسبة لماء الشرب. مع الشرب مولانا أو المياه المبردة المخصصة في الحرم مخصصة في, في الحرم في مسجد الحرام مثلا أو حرم المسجد النبوي مساجد أخرى اللي بيحطوا عليها مياه مخصصة للشرب لا الان يعني بتلاحظ انه تجري العاده احيانا ممكن انت اذا انقطع مثلا يعني اثناء الطواف مثلا صدر الحدث يعني آآ يعني آآ صار في خلل بطهارته اثناء الطواف الأفراد الان يعني اسهل له ان ياتي بهذا الماء مثلا يعبي كبيت ما بيتوضا فيه هو واقف حتى يتابع يعني طوافه مع الطهاره صحيح ان كان يعني قد اتم الشوط الرابع فهون مثلا اذا بدي اخرج نعم عفوا مولاي المقاطعه يبدو الحاجه مريم اتصلت وال... وتريد ان تسال الان تفضلي الحاجه مريم تفضلي اسمعيني من صوت اسمعيني من صوت الهاتف أنا ب... مش مضيعه ما بني شيء نعم الو إيه. نعم تفضلي إيه. تفضلي أه لما صرت صلي انا وقاعده بطلت اعرف صلي نعم آه. ما بعرف اي ركعه من ركعة نعم من... نعم No. ما oh. عم بعرف شيء مع اني مش مضيعه نعم. نعم. No. No. يعني no. عقلي ما هي وكل كل شيء بس mm -hmm. بطلت تعرف صار لي شو بدي اعمل؟ ما بتقدري حجه تحطي قدامك مثلا مسبحه تعلمي فيها انه صرت باول ركعه بتعملي ما, ركعة. ما بغلط بالركعة مش كم ركعه بالقراءة بغلط بالقراءة يعني الصلاه كلها رح انساها كلها كلها <applause> طيب نعم يعني نسيت صلاه الصبح انه فيها شهاده نعم تصور لحد وين نعم <applause> 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 طيب تقدر ما بيقدر يكون حدا حدك او تكت... ما في حدا حدك طيب او تحطي صوره الصلاه يعني هيك كلمات الصلاه قدامك فبتعرفي تقريهن تقريهم اذا حطيتي صفحه قدامك ورقه قدامك مثلا تتذكري التشهد التسليم هذه السجدة اللي فيها عدد صلاه مولانا ايضا لا بالنسبه لقراءه التشهد قراءه التسليم <applause> رح نحكي حاجة يلا رح نحكي يعني, يعني رح نكمل راح رح نكمل الجواب انت معنا على الهواء ان شاء الله سمحت الشيخ سي الجواب يا الله. سيكمل الجواب يلا الجواب اسمعي لنا من صوت الليفل. من من تلفزيون الحج الكريم اذا يعني مثل ما قلنا اذا ما عم تقول عم تقول انه مش بعدد الركعات لحتى تحط حتى شيء مولادة. تحصي ركعات حتى, حتى بتنسي يعني عم يعني عم تغفل حال لا. الصلاه عن وضعها في الصلاه شو لازم تقرا شو لازم تقول لا. فهنا هي معذوره يعني تأتي بالصلاة بما تمكنت بما أمكنها بما قدرت عليه تأتي من بصلاتها بما قدرت عليه وهي معذورة في ذلك بس إذا بتقدر هي يعني عم تقول هي بالشكل الحياة الطبيعية ما بتضيع يعني عادي عقلها حاضر معها ووعي حاضر معها فإذا هي الآن تستطيع أن تستخدم بعض الوسائل مثل ما قلنا إذا كانت تستطيع القراءة او افرض ولو بمسجل ان تحط مسجل حدا عم بيصلي س... يعني صوت الصلاه حدا هي وعم تصلي يعني في بعض الوسائل ممكن استخدامها مش صعبه يعني افرض هي قادره تقرا حتى قدامها صفحه تقرأ عنها بس قدامها وعم تصلي من جلوس او لا لو قادره حتى تحط تسجيل الصلاه بحيث تتابع, تتابع تسجيل الصلاه حدا وهي عم تتابع مثل واحد عم بيصلّي الظهر، ما فينا نحط تسجيل صلاة الظهر، ما فينا نحط. وأنا <applause> أصلي واردد وراء، أكرر وراء، أتابع معه. في صلاة متابعة مع أحيانا أه يعني فرادة متابعة مع والله الإمام فكرة مع جيدة هذه فبتحط يعني تسجيل الصلاة وهي تتابع معه أو ورقة إذا كانت تستطيع القراءة أمامها على الطاولة أمامها هي جالسة عم تصلي من جلوس لأنه يبدو أن يعني وعلى فرض أفرض على فرض لم يمكن ذلك تأتي بما أمكنها من الصلاة ومقبول منها إذا كانت كل ما بدها تصلي عم تصير معها الحال لكن كان كمان إشارة ملاحظة للأخت الكريمة للحاجة مريم انه الان اذا هي بتقدر يعني تنطر وق وقت افرض من الظهر لما اذن الظهر للغروب او من لما يطلع الفجر للشروق مثلا او بعد الغروب الى الليل الى <applause> المنتصف بتقدر هي يعني تكون هي وقاعده تنطر حالها لترتاح يعني اذا هي ممكن لانه ممكن احيانا الانسان بس يتوضى ويقعد للصلاه يمكن شوي يتشوش هي بحسب عمر الانسان او طاقته او طاقته او وضعه الصحي بس اذا هي خلت حالها ترتاح نص ساعه او ساعه لاقت حالها حاضره الذهن بوعيها وهي على وضوء فبتأتي بهذه الصلاة فإذا حطينا قدامها عدة خيارات ممكن أنها أن تتبعها لتحقيق صلاتها الصحيحة وعلى فرض أنه ما أمكنها كل ما لا فيها تحط مسجل تتابع معه لا فيها تحط ورقة تقرأ عليها لا فيها انه مثل ما قلنا كل الوسائل ما فيها تخلي حالها ترتاح لتكون قادره تصلي وحاضره الذهن تاتي بصلاتها بما امكنها قدر مك... مك... قدر القدر تاتي بصلاتها بما امكنها المك... شو مك... اكثر من يعني الله م. بيكلفها اكثر من وسعها اكيد لا يكلف ومقبول قبول منها هلا مثل بعض الكبار في السن مم. بتشوفه عم بيصلي يمكن يقرا بسرعه الفاتحه ما يتلفظ بالشكل الصحيح بتقول له والله يا والدي يا والدتي يا حج فلان اقرا آه كذا بتقول له مش انه بيعارض بيقول لك إيه بس ما يعني لا يتجاوب لا يسيطر على نفسه لا يسيطر ولا يتجاوب بحسب طاقته ووعيه طاقته واحيانا بشكل كبير بالعمر بتقول له الله. هيك اعمل مسحال الركوع او ما تتلفت انت عم تصلي او كذا او كذا او كذا يمكن بيقول لك ايه بس خلص حال الصلاة دايما عنده أخطاء مش بتقول هذا صلاته خلص أمام الله سبحانه وتعالى يعني نقول يقبل ما الله من نيات منه مولانا إن شاء الله يقبل, يقبل الله عز وجل منه بما يستطيع نعم. قدر الاستطاعة فعلا يمكن الله يعني. يكون عم يقبل منه اكثر ما عم يقبل من الانسان اللي عم بيصلي صلاه بشروط يا هو غير حاضر او عنده القلب أو أو ساهي او عنده امور اخرى والعياذ بالله الله يعصمنا جميعا يمكن يكون هذا الله يقبل منه اكثر هذا بعلم الله نعم الله سبحانه وتعالى يعني مولانا نعود الى مساله ولو بايجاز واختصار مساله المياه الموقوفه في المساجد إيه. ولو يعني كنا عم نقول اذا هذه المياه للإستثارة. للشرب لا مانع من التوضيح مثلا نحن ضربنا إيه. مثل على من يطوف المسجد الحرام بس تصدق على كل المساجد اللي فيها نعم مياه نعم للشرب بشكل عب. بس ابرز مصداق وين عم نحكي انه بيبتلوا فيها اللي عم بيطوف بالمسجد بي الحرام حول الكعبه الشريفه افرض فسد وضوءه يحتاج ان يجدد الوضوء اذا بده يظهر خارجا تاكل معه وقت خاصه مم. مع الزحام وكذا دغري بتناول او يكون حاطط هلا اذا حاطط معه مي انحلت المشكله حامل قنينة مي بشنطته بيتوضا وهو لانه الوضوء امره سهل مؤونته سهله سهل المؤونه الان نويت الوضوء اخذت غرفه مي غسلت وجه غرفه مي يدي اليمنى ظاهر من المرفق الى اصابع يدي اليسرى ومسحت بخمس ثانيه وبثلاث غرفة مي صح ما في اشكال اما اذا هالمياه مخصصه اذا مش يعني مش مانعين مقصودي اذا عم ياخذ سواء يعني من هذه المياه هي الشرب بس ما عدا من المنع لانه هذا انسان عم بيجدد وضوء لكي يتابع طوافه فما في اشكال لا يمنع اما اذا بده يصير في حاله عامه انه الناس توقف على اماكن هال هال الجالونات اللي حاطينها للشرب هالمياه اللي حاطينها للشرب الناس كلها بقى توقف تتوضا طبعا ممنوع هيك بيمنع هذا خلل بالنظام نظام الطواف والمسجد وحركه الطائفين وال والعابدين هناك مم. اما اذا واحد مثلا بطل وضوء الآن اخذ مية شرب بكب يعني عبى هل قد في ما اشكال وهو توضى بمكان على جنب مش وقف الناس وقفت الناس على المشارب هونيك لحتى تتوضى لكن على فرض انه كان هذا الماء قالوا لا يسمح باستعماله في غير الشرب مع ساعة ما ساعتها ما بده يستعمل ساعتها يكون هناك اشكال كبير بده ياخذ ويظهر لبرا الاماكن الوضوء ويتوضى مثلا فهذه حكم الشرع السائل هنا يسال مولانا عن الفرق بين اللوتو والقرعه مولانا وما هو الاصع على راي سماحه العلامه المرجع السيد فضل الله اللوتو والينصيب مبداها يعني لا يصدق عليها مفهوم القمار براي السيد فضل الله مهم. فهي يعني يقام قرعه وتخرج الجائزه لمن خرجت القرعه وتكون الجائزه لمن خرجت القرعه باسمه مهم. فهي ليست قمارا لا ينطبق عليها مفهوم القمار مفهوم القمارية الميسر ليس ليس هذا ليس هو اليانصيب واللوت اللي يجرى السحب اسمه سحب يانصيب لذلك لاحظ عرفا الان عرفا بالمؤسسات الوطنيه بالدوله بيقول لك سحب اليانصيب بينما في اماكن بيقول لك اماكن الميسر بالمكان الفلاني المعروف <applause> بقول هيدا ميسر هيدا قمار، هيدي اماكن قمار بتروح للدوله بتروح لكذا، مهم هيدي اماكن قمار، وبينما هيدي مؤسسات خيريه تقوم بسحب، سحب اليانصيب، اصلا المفهوم العرفي كما يقول سماحة السيد، هو ليس هذا قمار شيء وهذا السحب شيء اخر، يعني عندك مؤسسه من ضمن مؤسسات الدوله، جهه يعني مؤسسه وطنيه من ضمن مؤسسات الدوله، تعمل لك سحب انت بتشارك بتشتري ورقه وبتروح للاعمال الخيريه. هلا مش كل الحالات احيانا واحد بيعمل يانصيب مش للعمل الخيري مش بس عم نحكي لم يعني هذا خير. هذا انطلاق العمل, العمل الخير هذا انطلاق اليانصيب، كيف بدك تسمي هذا قمار؟ م -م. اشكال على كل من ذهب، طبعا من باب النقاش العلمي مش من باب انه عدم احترام راي لا لا راي, رأي فقهي هذا انه هذا قمار، م -م. راي فقهي بيقول قمار، بس من باب النقاش انه اين القمار في ذلك؟ القمار هو مغالبه له ادواته وطريقته المعروفه في العرف هناك مغالبه اطراف يلعبون بلعبه معينه في مغالبه يعني عم يتغالبوا مين بيربح مين بيخسر كل واحد حاطط مال واللي بيغلب بياخذ هالمال بيخسر يخسر هالمال اللي حاطه هون ما في مغالبه هون بيقول لك انه هذه مؤسسه خيريه انت بتشارك باوراق ينصيب كيف الان هلا ما كانوا بيعملوا درجه مره بتروح بتعبي بنزين بيعطيك ورقه قسيمه قسيمه انت وفيها رقم وبالاخر بيعمل سحب وبيربحك هالسياره مثلا كل واحد بيعبي بنزين انت عم تدفع حق البنزينة بنزين نعم وما يعطيك ورقه قسيمه مولانا بيعطي قسيمه وبعد باخر الشهر او اخر المدة الزمنيه بيعمل قرعه سحب بيظهر هالرقم باسم بيظهر الرقم بمناسبه للرقم اللي معك بالقسيمه بتربح شركة جعلتها مولانا. طيب او اشتريتي علبه محارم من التعاونيه كذا بيطلع لك فيها قسيمه كمان بيجرى سحب او مثلا هذه السحب اللي بيلعبوها الاولاد ما هي نفس مبدا السحب عندك يعني مربعات مخبايه تدفع مصاري مقابل بتفتح بهالمربع بيطلع لك هاللعبه بهالمربع بيطلع لك لعبه فهذا مبدا ليس هذا هو القمار ليس هذا هو القمار <applause> هذا, <هو القمار تصفيق> هذا رأي يختلف فيه فيه مع المغالبه كما تفضلتم مولانا واكل المال بالباطل سمحت الشيخ انا في نهايه هذه الحلقه يعني فعلا اشكرك جزيل الشكر سمحت الشيخ حسين عبد الله على هذه الافاضه الطيبه مولانا كما اشكركم اعزائي المشاهدين عبر قناه الايمان مستمعين عبر أثير إذاعة البشائر على حسن المتابعة والإنتباه وعلى أمل أن يتجدد معكم اللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة لذلك الحين دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته